صباح الفل على حضرتك. ممكن تتكلم عن عدم غيرة الراجل على زوجته؟ لأن زوجي قبل الزواج كان غيور جدا عليا، ودلوقتي بطل خالص لأنه شافني بتعامل باحترام مع كل الناس وبحدود، فبقى مش فارق معاه أروح أي مكان حتى لو لوحدي، أنزل أرجع حتى متأخر عادي، والموضوع ده مضايقني جدا. ممكن حل؟ هل الحل حضرتك إنك تكسري ثقة جوزك فيكي علشان يرجع يغير عليكي؟ راجل بيحترمك وشايفك محترمة وبيثق فيكي جدا ومديكي مساحة من الحرية 70% من زوجات مصر بتحلم بيها. شوف بقى درجة ايه، بيحلموا بفتفوتة منها. فايه روحي وتعالي واعملي، واثق فيكي. هل ده مضايقك انه واثق فيكي؟ هل جوزك ده فهمي فتحي؟ يعني جوزك ده شايفك بتتصرفي تصرفات ست يعني لعوب وسايبك تعيشي حياتك، تهزري مع ده وتحطي ايدك على كتفه يعني، والدنيا في اللطافة وهو عامل فيها مش واخد باله؟ ولا جوزك في الاصول، لو بالاصول وشايف ان مراته ست محترمة وبتنزل تخلص مصالح البيت ومصالحها ومصالح ولادها وخلافه، ده حاجة جميلة على فكرة، دي مش حاجة وحشة. يعني ده مش معناها انه ما بيحبكيش، بس